أنا فرحانة بزاف لأنني متواجدة هنا كضيفة شرف في المعرض الدولي للدار البيضاء، وهذا المعرض كيشكل لي واحد شي حاجة زوينة، لأن عندي ذكريات جميلة ملي كنت صغيرة. كنت كنجي أنا والوالدين ديالي وخوتي، وكانت سارة في المعرض، وكان كيشريو لنا اللعاب، كيشريو لنا شحال ديال المسائل. فأنا فرحانة اليوم بزاف، والمعرض تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله عليه. أكيد أنني فرحانة بزاف بنجاح الكليب ديالي لازهر لمكتوب. كنوجه تحية كبيرة لفريق العمل اللي اشتغل معايا، كل واحد يعني باسمه من صغر حتى الكبير، والحمد لله هذيك الأغنية لقات نجاح كبير وحبوها الناس من صغر حتى الكبير. فبالنسبة لي أغنية اللي بالنسبة لي قيمة مضافة في مساري الفني. الأغنية هي من كلمات أنور مقدور، من كلمة وألحان أنور مقدور، توزيع نوح العبدي. الكليب هو من إخراج شرف، من إخراج جواد قصار، والمدير الفني كان هو شرف الناجي. فريق عمل اللي زوين بزاف واللي خدموا معايا بقلبهم، كانوا فرحانين وحنا كنصوروا الكليب. والحمد لله هذيك الأغنية لقات نجاح كبير 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 بزاف، والناس عجبتهم في الحقيقة. ملي جينا نحطوا منسالة الكليب وداك الشيء، بدينا كنفكروا في العناوين. كانوا واحد 4 ولا 5 ديال العناوين اللي كنختاروا ما بيناتهم. كانت مطروح الطيارة، وكانت مطروحة الطيارة، كاينة لازهر لمكتوب، كاينة كنا غنسميو لازهر لمكتوب ينعلبوا الحب. فلقينا بان هاد العنوان هذا كبير. الطياره لانها جاتني كلمه اللي هي متداوله بزاف وتغنت، يعني كاين اغاني ديجا اللي كاينين سميتهم الطياره. ففريق العمل بيان سور ماشي انا بوحدي اللي كان اختار، مشاورات وداك الشيء مع مجموعه ديال الناس، ارتئينا بانها تسمى لازهر لمكتوب.